حول الموضوع معنا من عمان مازن أرشيد الخبير الاقتصادي. سيد مازن مساء الخير، أهلا بك معنا. 155 مليار دولار يعني إنفاق الشرق الأوسط على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي، بالنظر إلى متطلبات السوق الحالية، بالنظر إلى ربما الزمن التكنولوجي الذي أصبحنا نمر به، إلى أي مدى هذه الميزانية التي تم وضعها هي في مكانها؟ يعني واضح بأنه خلال العقد الأخير تحديدا واجهت المنطقة الشرق الأوسط نوع من التوتر الأمني وعدم الاستقرار، لكن نوعا ما بدأ الاستقرار يعود نوعا ما في مناطق محددة. لاحظنا عودة الزخم لاستخدام الإنترنت، ونحن نعرف أنه بدأنا نرى بأنه نمط الاستخدام بدأ يتشكل ويتنوع بحد ذاته. يعني هناك شركات يتم تأسيسها تسمى شركات ناشئة، يتم تأسيسها خصيصا من أجل التجارة الإلكترونية، ومن خلال توظيف يعني الأفراد في بقاع مختلفة في منطقة الشرق الأوسط فيما يسمى بفرق العمل عن بعد. وهذه النمط الجديد من الشركات يعني تستغل وجود الإنترنت والبنية التحتية والتطور في الاتصالات وغير ذلك من أمور، طبعا يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة النفقات، نفقات الشركات والأشخاص وكل الأدوات المرتبطة بالإنترنت كالأجهزة والحواسب. نعم. الفايبر وكل ذلك طبعا أدى إلى زيادة النفقات بطبيعة الحال. طيب هذه الاستثمارات وهذه الزيادة في النفقات على تكنولوجيا المعلومات إلى أي مدى تنذر بعالم تكنولوجي وشيك بعيدا عن أي ربما أوراق أو عن أقلام، أن كل شيء سيرتبط بالتكنولوجيا؟ 100%، لأنه إحنا يعني في مناطق بعيدة نوعا ما عن منطقة الشرق الأوسط لاحظنا بأن ثورة الاتصالات والإنترنت بدأت تأخذ زخم أوسع، ومثل أن هنالك إنسايكلوبيديا موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى الصحف المرموقة مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز كلها تم إيقاف ما يسمى بالصحف الورقية وتم اعتماد الصحف الإلكترونية، واللي من خلالها يتم تعزيز الصحافة والصحافة الإلكترونية أو الدعايات الإلكترونية. هذا الشيء بدأنا نلتمسه أيضا في منطقة الشرق الأوسط، هنالك صحف بالفعل بدأت يعني تقلص أوراقها، أو هناك صحف ايضا مشهوره تم اغلاقها على حساب اللي هو الصحف الرقميه والدعايه الالكترونيه وغير ذلك، طبعا نتيجه التغير اللي حصل في ثوره المعلومات خلال العقدين الماضيين. وهذا طبعا ينذر بان وجود نمط جديد من الشركات ونمط جديد من الاعلام، ما يسمى بالاعلام الرقمي تحديدا. طيب هذا الانفاق على تكنولوجيا المعلومات هل له من عوائد على اقتصادات الشرق الاوسط؟ طبيعي، يعني احنا المفروض نعرف انه قبل قليل ذكرت في تقريركم كان وافي ذكر بان هنالك ايضا نمو في التجاره الالكترونيه، وهنالك ايضا يعني منطقه تعتبر منطقه واعده حقيقه، لم يتم استغلال منطقه الشرق الاوسط المنطقه العربيه بالشكل المناسب للظروف الجيوسياسيه اللي بتمر فيها المنطقه بين حين واخر، ولكن نعرف انه هذه المنطقه منطقه واعده، من كل مكان هنالك استقرار امني وجيوسياسي كل مكان ساعد على تدفق الاستثمارات الاجنبيه الى داخل هذه الحدود، ليس فقط في الامارات وقطر والمملكه العربيه السعوديه، ولكن كلما سنحت الفرصه بان تنتقل الى مناطق شمال افريقيا ايضا مصر وتونس وغيرها راح يكون له دور كبير ايضا في انعاش الاستثمارات، لانه دولة مثل الهند مثلا تعيش على التكنولوجيا وعلى الاستثمارات وعلى التصنيع الرقمي وهو قطاع جديد، انا بتوقع ايضا نعم. كلما كانت الفرصه متاحه سوف يتم الاستفاده به ايضا في منطقتنا المنطقه العربيه تحديدا. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا استاذ مازن ارشيد خبير اقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.